بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الدروس البسيطة والسهلة والسريعة، هذه المرة كذلك مع درس سريع وهو لطريقة عمل رسم بياني من جدول لجدول في الوورد. كمثال، هذا هو الجدول الذي سنقوم بعمل عليه الشرح: درجة الحرارة، سرعة الرياح، درجة الرطوبة، أرقام لأيام الأسبوع. أول شيء، الأوفيس، هذا الأوفيس هو 2007، نقوم بأخذ نسخة للجدول. ثم في الأسفل نضع الفأر على المكان الذي سيظهر فيه الرسم البياني. بالعادة نبحث عن insertion أو جرافيك في هذه الأيقونة، واضحة من شكلها، رسم بياني بالإنجليزية شارت ربما. بعد الضغط عليها تظهر لك هذه النافذة، فنختار نوع الرسم البياني الذي نريد، مثلا الأول، فمباشرة يفتح الإكسل. كما تشاهدون الإكسل، فالجدول باللغة العربية والإكسل باللغة اللاتينية الفرنسية والإنجليزية، إذن هو بالمقلوب. فحتى لو عدلنا من هذا المكان ميزاجور من يمين أو يسار، فلا ينفع هذا لأن الجدول أصلا مقلوب. عند وضعه عدد أيام 8 هكذا، إذن عند وضعه سيكون الجدول مقلوب. كما تشاهدون الرسم البياني مخلوط. إذن ماذا سنفعل؟ سنقوم بحمل هذا الجانب إلى الأول. إذن نعيد الكرة من الأول ونحمل بشكل جيد هكذا، نضع في الأول 8 خانات ثم باقي الجدول، ننقله إلى إكسل هكذا، فمباشرة يظهر الرسم البياني بشكل جيد وصحيح. درجة الرطوبة بلون، وسرعة الرياح بلون، ودرجة الحرارة بلون، وهذه الأيام: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. فيمكنني تغيير هذا بالضغط مرتين على هذا الرسم البياني، فستظهر مسطرة الرسم البياني، تغيير الألوان وتغيير الأشكال إلى الكثير من الخصائص. ومن هنا قلب، كذلك ربما تريد قلب مفهوم الرسم البياني من هنا. هذا هو درس اليوم. في الأخير، إن لم تشترك في القناة، دائما إن لم تشترك في القناة هي قناة ناسيم دي زد، يمكنك الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في الأخير ما علي إلا أشكركم على المتابعة. إلى الدرس القادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.